السلام عليكم خوتي المغاربه، تحيه كبيره من الجزائر للمغرب. بون انا جزائري وهراني، راني في صربيا في كامسو بوتيسا. اليوم صرات لنا واحد الماساه اللي ضرينا بزاف عليها هنايا كديريين كالمغاربه، انا مضرانين بزاف عليها. البارح في الليل عم جابوا لنا واحد الانسان مغربي، واحد الشاب مغربي يكون في عمره بالك واحد 27 26 هكا، ما راش متاكد النيشان. والاسم تاعه واللقب تاعه زاهي فريد ولا زاهي مهدي، ما راش متاكد النيشان. نورمالمون مهدي. المهم البارح جابوه، كان عنده البارح جابوه مضروب ومريض، كان عنده نزيف داخلي وكسر، وكان عنده كسر ثاني هنا داخلي، وعياو كيفاش يديروا معاه. واليوم الصباح على 11 10 11 وتوفى جاء اجله ربي رحمه. درك حنايا انا نحوسوا على اهله. السيد رام يقولوا السيد نومامو ساكن في كازا، ساكن في بورغون، تما احنا نحتاجوا ناس كازا ونحتاجوا ناس بورغون. هما غادي يقلبوا لنا على هذا الاهل تاع السيد. ماذا بينا احنا باسكو اليوم بغاو يدوه هنايا السرابه، لا بوليس بغاو يدوه يحرقوه، لا باش يديروا له. حنا هنا الجزائريين نضنا مع المغاربه، درنا بالبال كبيره وقلنا لهم عطونا غير 2 جور ولا 3 جور باش نحوسوا على الاهل تاعه. قالوا لنا راه عندكم 2 جور. حنا ماذا بينا الامنيه تاعنا لو كان تلاقى واحد من اهله يزي فطنا شو اللي بعث لنا النسخه تاع الباسبور تاع جواز السفر ولا تاع بطاقه التعريف لاكارت ناسيونال تاعه هو ولا تاع واحد من اهله، ولا باش حنا نروحوا القنصليه، باش القنصليه دير الاجراءات تاعها وتهوده امنيه تاعنا يندفن في البلاد. امنيه تاعنا يدفن في البلاد. حنا رانا نديروا اللي علينا، وان شاء الله بربي انتم ثاني راكم ديروا، انتم انا بعينكم ديروا اللي عليكم. انا اللي مكلف واحد انسان جزائري وهراني راه عايش في كازا، انا مكلفه هو ثاني راه داير واحد المجهودات وراه داير بزاف منشورات وكل شيء عليه. وان شاء الله بربي نتلاقاو اهله باذن الله، وان شاء الله بربي ينتفل في البلاد. وحنايا بصفتنا جزائريين انا معانا هنا المغاربه، خوتي المغاربه هوا دويك ما يقولكش حاجه. حنا ماذا بينا نسلم والديه فهمتيني في اقرب وقت، وان شاء الله نكون الخير ونسمعوا شو اخبار الخير ان شاء الله. ان شاء الله بربي. وجزائر ومغرب خاوه ما كانش لي فتنه، اونتي فتنه، جزائر ومغرب خاوه هذه اللي بغينا ثاني نوصلوها لكم ثاني. هكذا خوتي هذه حاجه باينه، عاونونا سيب الجهات الوصيه احنا مغاربه عايشين هنا كاع فهمتوني، احنا مغاربه وجزيريه عايشين بحال الخوت، ما كايناش العالم الصوريه هذه فهمتيني. وهذا الشيء اللي بغيت نقول لكم الدراري، الدري سميتو مهدي زايد والحي بورغون ويدادي من الاطر ديال وين رجع، كان عايش سابقا في الاسكندناب في السويد، اللي كيعرفوا راه هذا هو اللقب ديالو. خصنا ضروري اخوتي يوقفوا معنا، الله يرحم الوالدين الجزائريين، 48 ساعة الله يرحم الوالدين. اللي غيشوف هذا الفيديو هذا اخوتي الله يرحم الوالدين يدير معاه المستحيل فهمتيني. ناس حي بورغون ميم قاف مدينة قديمة، هذا الشيء اللي قلت عمالش انفا راكم تعرفوا ما راه في صربيا. عندنا التصويره تاعه بصح مع الاسف مالوريزمون ما نقدروش نوروها لكم، انا باعتها للسيد صاحبي اللي انا مكلفه تما في كازا، بصح باش نوروها لكم ما غاديش نقدر نوروها لكم باسكو كيما يقول لك كاتاستروف، عين ما نقدرش نفهمها كاع، ما تقدرش تشوفها، قلبك ما يخليش تشوفها. على كل حال الله يرحمه، وان شاء الله بربي نتلاقاو اهله وعاونونا. جزاك الله خيرا، جزاكم الله خيرا.